اللي بدي احكي لك اياه انه انا الاسبوع الماضي بكبسه زر ضيعت شغل سنتين. فانا بدي احكي لك كيف انك انت ما يصير معك هيك، وكيف تدير بالك على الموضوع، كيف انا حليت الموضوع، كيف رجعت الفايلات اللي راحوا واللي ليترالي كانوا شغل اكثر من سنتين. في فايلات راحت من شغل 4 سنين، في فايلات راحت من شغل سنتين، في فايلات راحت من شغل 6 شهور. فخلينا نشوف شو اللي صار معي عشان انت ما يصير معك هيك. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجي توكس ونومور، واليوم بدي احكي لك قصة كثير 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 مهمة، والمفروض انها يعني حساسة كثير ومؤذية. طيب خلينا نبلش، لانه هاي القصة صارت معي الاسبوع الماضي وهي جدا كثير مهمة. واحد، اثنين، ثلاث، اربعة، ولسه في كمان تنتين ثلاثة هيك بالسيارة. فاللي بدي احكي لك اياه انه دير بالك عليها. شوف يا سيدي، اللي بدي احكي لك اياه انه انا الاسبوع الماضي بكبسة زر ضيعت شغل سنتين. فانا بدي احكي لك كيف انك انت ما يصير معك هيك، وكيف تدير بالك على الموضوع، كيف انا حليت الموضوع، كيف رجعت الفايلات اللي راحوا واللي ليترالي كانوا شغل أكثر من سنتين. في فايلات راحت من شغل 4 سنين، في فايلات راحت من شغل سنتين، في فايلات راحت من شغل 6 شهور. فخلينا نشوف شو اللي صار معي عشان أنت ما يصير معك هيك. شوف يا سيدي، في الأسبوع الماضي كنت قاعد أشتغل على الأمور هاد، وهذا قاعد برن، قاعد أشتغل على هذا الأمور. وكان الأسبوع الماضي يا سيدي العزيز هو يوم جمعة، يوم 6/3/2020، عشان ما بعرف هذا الفيديو متى راح ينزل. anyways، فكنت قاعد بشتغل وكان عندي هذا الإكسترنال، كان عندي هذا الاكسترنال، وكنت جايب جديد هذا الاكسترنال. فاللي صار يا معلم اني انا في عندي فايلات على هذا الاكسترنال، وانا بدي انقلهم على الفايل او على الاكسترنال الجديد، او بدي انقل منه فايلات الاكسترنال الجديد، علشان كنا قاعدين تيم عم نشتغل، وكنت بدي اعطيهم داتا على اساس ان هم يقدروا يكملوا شغل لمده الشهر اللي جاي. فاللي صار يا معلم، جبنا الاكسترنال الجديد، شبكناه على اللابتوب، وكنا اوريدي شابكين الاكسترنال القديم. فانا بدي افرمت هاد الاكسترنال الجديد اللي بدي انقل عليه الداتا، فشبكته، رايت كليك، فورمات، رينيم، حطيت اسم جديد انا قبل ما اكبس كبسة الفورمات، كليك اوكي، اوبس، ولا هو هاد بيتغير اسمه. شو يعني هذا بيتغير اسمه؟ يعني انا فرمتت الاكسترنال 2 تيرا اللي عليه داتا 1.72 تيرا، هيك بكبسة زر كانسل 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 على الفاضي يا معلم، ما لحقش اعمل شو. هذا المشكله، ما تغير ما تغير اسمه حتى، يعني هتضل اسمه زي ما هو على الديفولت، هتغير اسمه للاسم الجديد. طبعا في المكان اللي انا قاعد فيه ارمي الابره يا معلم، تسمع صوت. انا لما اعصب هيك، او لما ازعل، او لما اتضايق هيك، يصير في نيجاتيف فايبس في المكان اللي انا قاعد فيه. فبتحس انت انه في حدا معصب جنبك، فانت يعني هيك السيستم تبعك لحاله بيعمل شت داون. شو بدنا نعمل معلم؟ هلا لغايه اللحظه اللي انا فرمت فيها الاكسترنال اللي انا اوريدي عندي، انا مش عارف شو اهميه الداتا اللي راحت لسه، لاني مش متاكد شو الداتا اللي راحت، لانه في عندي مور ذان وان اكسترنال، وكل واحد عليه داتا معينه. فانا لسه متخيل انه يعني عادي، الداتا اللي كثير مهمه اللي انا مشتغل عليها واللي هي هلا راح احكي لك شو هي، موجوده على الاكسترنال الثاني لسه. فلما جيت بعد بشوي، انا لسه قاعد نمزح ونضحك ونقول فرمت الاكسترنال يلا مش مشكله وهاد، وما حد مصدق انه قديش انا كنت هادي. في اللحظه اللي جيت بدي انقل فيها فايلات، قلت يلا خلينا اشبك الاكسترنال اللي ما تفرمت القديم عشان انقل منه. لما شبكت لقيت انه مش هذا الاكسترنال عليه كل الداتا اللي انا بدي اياها. شو الداتا اللي انا بحكي عنها؟ انا في عندي تو شانلز اي ليرنينج، في عندي الجي توكس اللي انت عم تشوف عليها هذا الفيديو. اي ليرنينج بينزل عليها فيديوهات تعليميه للمهندسين وللديزاينرز، وهاي الكورسز بتاخذ كثير وقت. يعني كان في انا اصلا عامل ريكورد ل 3 دي اس ماكس 2020 كورس مع برنامج اسمه في راي، وهذا الكورس او هذه الريكوردز اكثر من 60 ساعه. الريكوردز اتسلف، مش وقت الشغل، الريكورد نفسه اللي موجود، يعني اللي انا بدي اعرضه للناس، الماتيريال هي 60 ساعه بلس، هذول ريكوردد ورو ماتيريال، لسه ما خلصتش اديتنج عليها وما رفعتها على اليوتيوب. الثاني إشي برنامج اسمه Autodesk Revit، هذا برضو برنامج بيشتغل على المهندسين والديزاينرز، وبرضو الريكورد تبعته أكثر من 70 ساعة أو 60 ساعة ريكورد.
رو ماتيريال، وهدول لحالهم التنين سنة وشهرين شغل ريكوردينج، بس سنة وشهرين ريكوردينج عشان أنا أطلع في الماتيريال بالكواليتي اللي كانت موجودة بهاي الريكوردز. اللي بعده في إشي إحنا بنشتغل عليه سيستم للناس اللي ما بتعرفوا اسمه بيلدينج إنفورميشن مودلينج، وفي إشي اسمه بيم ورك فلو. فكنت برضو عامل ريكورد لكورس عن هاد البيم ورك فلو، I think 30-50 ساعة ناسي قديش بالضبط الريكوردز الرو ماتيريال، ولسه عم بشتغل برضو على الإديتنج تبعهم، وهذا لحاله كمان كان ماخد 6 شهور شغل. فنحن هلا عم نحكي عن سنة وست شهور عم نحكي عن سنة سنة وشهرين يا سيدي. فسنة وشهرين لهدول الفايلات لحالهم اللي كبسة زر طاروا. الفايلات الثانية اللي برضو موجودة الفوتوغرافي فايلز اللي موجودة على الاكسترنال، بغض النظر عن حلاوتها او الكواليتي تبعها او اهميتها او وات ايفر، هي بالضبط اخذت معي 4 سنين عم بشتغل فوتوغرافي من داي 1 لما انا بلشت اشتغل فوتوغرافي لغاية ما كبست فورمات لهذا الاكسترنال، وبكبسة زر طار 82 جيجا صور JPEG. يعني الناس تعرف انه 3 ميجا حجم الصور، فانت تحسب لما يكون رايح من عندك 83 جيجا فانت بتعرف قديش حجم الصور او عدد الصور اللي راحت من عندك. بلس انه في عندي كمان عليه فولدر الجي توكس، الجي توكس عليه اللي اليوم عليه 3 سيريز اللي هي وظفك و نو مور و النكشة الراس تبعت الخميس. وهدول الثلاث انا ما باجي مثلا اليوم بقعد بسجل فيديو فبنزله اليوم، لا، هو بتسجل انت مور ذان 1 فيديو وبتسجل مور ذان 1 رو ماتيريال، بعدين بتعمل اديتنج، بعدين بتشوفهم، بعدين بتحضرهم، بعدين اوكي انزله ولا ما انزله، فبياخذ معك الموضوع وقت. فبرضه طار فولدر الجي توكس. هدول كمان غيرهم في فولدر ايش اسمه اي ليرنينج كورسز او اي ليرنينج ماتيريال اللي المكان اللي انا بعطي فيه كورسز، انت تسوي، ما بدي اطول كثير. فكل هاي الداتا بكبسه زر عمك ابو الجواسر شطبهم. فانت ممكن معرض باي وقت انك انت تعمل هذا الحكي، سبيشلي انه الناس اللي ما عندها كل هذا الحجم من الداتا يمكن يكون عندها وان سنجل اكسترنال او يكون عنده بس يو اس بي فلاش، وهذا اللي هو اللي بيجيبك كتاب. اللي بدي احكي لك اياه يا سيدي انه بعد ما صار كل هذا العمليه قعدت شوي هيك صفنت مع حالي، قلت يلا مش مشكله، في برامج اوريدي بتعمل ريكفري للفايل للاكسترنال هارد ديسك للهارد ديسك لليو اس بيز اند واتس ايفر، اي درايف انت بدك ترجع الداتا اللي انشطبت عنه في برامج ترجع لك هاي الداتا اللي انشطبت عنه. فقلت يلا مش مشكله، بلشت عمليه الريكفري. طبعا بعد ما عصبت وتضايقت والى اخره والنيجاتيف فايبس صارت تنتشر في كل مكان انا بتواجد فيه، طفى الضوء. Anyways, I think إنه الإضاءة منيحة فما بدي أضوي عشان ما يكون over exposure. فا اللي صار معلم تك 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 انتر اوكي منيح. طبعا بعت للاي تي اساله شو احسن بروجرام ريكفري انت بتستخدمه، طول الاي تي مان اللي عندنا عبين مرض، فانا كنت اوريدي انه مش متحمل استنى يعني اذا تقول لي هيك بوقع. تك 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 انتر اوكي هذا ريكفري محطوط عليه انه بيست ريكفري تول. شريته يا معلم $100، نزلناه على الجهاز ريكفري 4 ساعات ونص، وهو عم بحاول يعمل سكان اول شيء قبل ما اشتري طبعا الفيرجن الاصلي، هو ترايل نزلته في 4 ساعات ونص يمكن او 5، وهو بيعمل بس يقرا سكانينج للاكسترنال 1.72 تيرا، مش شيء صغير. خلص كبس على ريكفري قال لك بدك تشتري الفيرجن الاصلي، فعملت بيرتشس للفيرجن الاصلي، دفعت ال $100 زي التوتو انا بضحك، داتا بدي ارجعها، حجم الداتا اللي رايح مش قليل. ف اللي صار معلم اني عملت سيف للداتا اللي هو قرأها، اعمل سيف عشان ينزل على اكسترنال او على مكان تاني، حطيت له المكان اللي بده ينزل عليه، بده اراوند 8 او 10 ساعات ناسي قديش بالضبط كان. فكل هذه المدة عم بتضيع وعم بتروح لانه انا غلطت. المهم يا معلم رجع كل الداتا، كيفت قلنا بس $100 رجعت الداتا الحمد لله. اكبس على الداتا يا معلم سبيشلي فايلات الفيديوز كلها ضربه ولا واحد بيشتغل، قلت اكلنا زفت ودخلنا في الحيط. كان الاي تي بهذه الاثناء رد علي قال لي بتنزل برنامج الفلاني وما بدي احكي اسماء عشان ما يكون عم بعمل دعايه لحدا، بس لما نزلت هذا البرنامج كان برنامج كثير منيح. ليش؟ لانه اللي قبله غير انه نزلني الفايلات ضاربه نزلها باسماء غريبه وارقام غريبه، واصلا انت مستحيل تقدر ترجع ترتب داتا 1.7 تيرا على الاكسترنال او على اي مكان 1.7 تيرا، يعني مستحيل تقدر اصلا تفتحهم كلهم. المهم نزلت الثاني كمان دفعت عليه، بس قبل ما ادفع عليه قلت بنزل اول شيء الترايل فيرجن عشان اعمل سكان. السكان الثاني اخذ 8 ساعات ونص،
بس هو عم بعمل سكان. اوكي خلص، لقيت انه برضو رجع لي داتا، اي ثينك الداتا كانت حجمها منيح يعني قريب جدا للداتا اللي ضايعه. فشريت الفيرجن الاصلي كمان اي ثينك ب $100، فهي صرنا دافعين $200 غير عن الوقت اللي عم بضيع وانا قاعد بعمل هذا الحكي 8 ساعات يمكن ونص، ناسي قديش اخذ سكاننج بالضبط، فتره طويله بين 8 و10 ساعات. بعدين سيف للداتا اللي بدي اعملها ريكفري. هلا الداتا اللي بدها ترجع حجمها كثير هائل وفيش شيء يحملها، يعني فيش عندي 3 اكسترنالز كلهم فل يعني. فبلشت بارتشن ارجع، يعني قعدت لغايه يوم الثلاثاء وانا بس قاعد بعمل سيف للداتا من الريكفري بروجرام اللي عمل سكان للاكسترنالز والانترنال هارد ديسك اللي موجودين عندي، ليس الا رجعوا. طبعا برجع لك اياهم بنفس الترتيب، بنفس الاسماء، بنفس الفايلز اند واتس ايفر، بس برجعهم يمكن كوبي او تنتين لما ترجعهم اكثر من بارتيشن، فانت بدك تشوف مين اللي شغال فيهم ومين اللي مش شغال. anyways برضو ضيعت وقت، طلعت فرست الماتيريال كلها اللي ضلت، وصلت للمرحله اللي انه انا هي الداتا تبعتي كلها صارت موجوده. الحل اللي كلنا لازم نعمله واللي انا كنت مأجله كثير مع انه شغلي او خليني احكي الكور اوف ماي فيلد هو باستخدام هذا الحل دائما، اللي هو انك انت اذا عندك داتا كثير مهمه وخايف عليها تضيع وما بدك اياها تروح من بين ايديك بكبسه وغلطه وشيء انت مش منتبه له، يمكن كنت مشغول بشيء او بتفكر بشيء، اللي هو اونلاين ستورج على اي كلاود انت بتحب انك انت تتعامل معها او انك انت ممكن تكون انتروديوست لها. فاللي عملته حكيت مع اصدقائي شارين كلاودز، فحكيت معهم حكوا لي من وين شارين، وبهاي المكان انا بدي احكي لك بدي اشكر ابصر كم شخص، بس اول الشكر بدي لامي حبيبه قلبي يعني بدي اقول لك انه هي اهتمت الموضوع اكثر مني، سهرت طول الليل قلقانه فايلات جاسر بتدعي له دير بالك ومش عارف شو، ترن علي واه شو صار معك ورجعت الداتا فبموت فيكي. بدي اشكر كمان شكرا ثاني هاي لاختي ماري حبيبه قلبي، هي اللي اول ما صار الموضوع ما انا قلت لك اشترك هي رجعت هيك لمعت في راسي فكره اه ليه انا بشتري كلاود، ما انا اكلت زفت عيني. والشكر الثالث لكم من شخص هدول اللي اقترحوا علي موضوع الكلاود انه كيف ينشر، اللي ساعدوني في الموضوع مهندس علاء صوان ومهندس احمد صبحي، حكيت مع مهندس علاء صوان وهو حكى لي كيف اشترى الكلاود، وكمان حولنا مهندس احمد صبحي عشان يشرح لي بالتفصيل كيف اشتري الكلاود وتكون انليميتد وشو الموجود وشو الاوبشنز اند وات سو ايفر. فشكرا لكم الاثنين، شكرا لصبحي اللي ضل معي خطوه بخطوه انا كيف اشتري. وباي ذا واي الشابين هدول عندهم ويب سايتس، والشابين هدول او المهندسين هدول عندهم يوتيوب شانلز، راح احط لكم اللينكس تبعهم في الديسكربشن عشان تروحوا تعملوا لهم سبسكرايب، خلينا ندعمهم كمان معانا، وبرضه اعملوا لي انا كمان سبسكرايب للناس اللي بتحضر الفيديو الاول. المهم فشريت الكلاود وهيني اليوم تاريخ 13/3 ولغايه اليوم وانا لسه عم بعمل ابلود للداتا اللي موجوده عندي عشان ما تضيع مره ثانيه. فانت لاحظ انه انا الي اكثر من اسبوع ضايع من حياتي عشان ارجع غلطه كبسه زر ضيعت شغل 5 سنين أو 6 سنين بين مجموع اللي راح من الفايلات، بين 4 سنين فوتوغرافي مع مش عارف قديش كورسز مع ابصر قديش فيديوز مع مش عارف فانت في غنى عن كل هذا الموضوع. انا بحكي لك نصيحه اخويه، اشتري كلاود على قد ما انت بتحتاج وهي مش اشي غالي. انا شريت الانليميتد كلاود، شريتها ب $12 انيوال فيز و $12 شهريه عشان يعطيني دومين او ويب سايت، ايش بنسميه دومين احنا، فبتاخذ بتقدر تعمل على اساسه ويب سايت وتصير باسمه. فاللي انا بنصح فيه واعطاني كمان بلس انه ايميل كمان على الاكونت تبعي او الدومين تبعي. فنصيحه اخويه روح اشتري كلاود اليوم اذا انت عندك داتا خايف عليها او مهمه. انا شغلي كله بيعتمد على الداتا وشغلي كله بيعتمد على الفايل، شغلي كله بيعتمد على الشيء اللي راح يكون موجود على الكلاود. فان شاء الله انه يكون هذا الفيديو اعطى لو هنت صغير لاي حدا انه شو يعمل وكيف انه ما يوقع بالغلط الغبي اللي انا وقعت فيه. لهون بحكي لك ان شاء الله انه ما يكون فيديو دمه ثقيل، وان شاء الله انك تكون استفدت منه، واذا استفدت منه فيا ريت لو تعمل له لايك وشير خليه ينتشر على اليوتيوب اكثر، واذا شايف انه القناه مفيده لك فانزل اعمل سبسكرايب للشانل واكيد انيبل للنوتيفيكيشن بيل. بشوفكم.